أنا الآن أمام الجناح الإماراتي في معرض إكسبو دبي 2020، هو أضخم هذه الأجنحة هنا في هذا المعرض، وهو القلب النابض لمعرض إكسبو 2020 دبي. تم تصميمه بصورة مبدعة لتجسيد شعار الجناح، ألا وهو الإمارات موطن الحلم والإنجاز، وليعكس تاريخ وثقافة هذه الدولة منذ نشوئها وحتى اليوم. الزائر للجناح يبدأ هذه الزيارة المميزة طبعا برؤية التصميم الخارجي الذي يأتي على شكل أجنحة الصقر، ومن ثم ينتقل إلى منطقة الفلج. هذه المنطقة التي تعكس البيئة الصحراوية، حيث الفلج هو القناة التي كانت تجلب المياه إلى الصحراء، وبذلك يعكس هذا القسم البيئة الصحراوية التي تميز دولة الإمارات العربية المتحدة، ويركز على أهمية المياه في هذه البيئة. عند دخول الجناح أول ما يقابل الزائر هو هذا القسم، وهو صحراء الأحلام، وهو مجموعة من الكثبان الرملية التي تتكون من الرمل الطبيعي والرمل الحقيقي. هذه الكثبان الرملية تبدو عادية لكنها تحتوي على أفكار ذكية، فعندما يقف الزائر أمام هذه الكثبان الرملية تظهر حياة شعب الإمارات على الرمال، وكلما ارتفع عدد الزوار زاد اكتمال الصورة. هذا التصميم المبتكر يشير إلى أن شعب الإمارات العربية المتحدة طور الصحراء الشاسعة ذات يوم لتصبح مدينة مزدهرة خطوة خطوة من خلال الوحدة والتعاون. هذا الجناح يستخدم الصوت والصورة ومقاطع الفيديو لوصف ماضي الإمارات وحاضرها ومستقبلها، بالإضافة طبعا إلى قصص لأشخاص من أعراق ودول مختلفة حققوا أحلامهم هنا في دولة الإمارات. بعد الكثبان الرملية ينتقل الزائر إلى هذه الزاوية، وهي ملتقى الحضارات. ملتقى الحضارات تعرض للزائر أساليب التجارة والعناصر التي كان يتاجر بها الإماراتيون قديما، الذين سلكوا البحر ووصلوا إلى بلدان عدة عبر طرق تجارية للتجارة بالبهارات وبالجلود وعدد كبير من البضائع التي جلبوها، فانتقلوا من عصر البداوة إلى عصر التجارة عبر البحار. بعد ملتقى الحضارات ينتقل الزائر إلى قسم الرؤية، والذي يتناول رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإيمانه بأهمية الوحدة، وكيف وضع أسس الدولة ونشر قيم ومبادئ التسامح. بعد جناح الرؤية ينتقل الزائر إلى هنا، إلى جناح الوحدة، الذي يسلط الضوء على أهمية الوحدة بين الإمارات المختلفة عند تأسيس دولة الإمارات، فالوحدة هي السبيل لتحقيق أي حلم مشترك. هنا هذه الزاوية تروي قصة الوحدة بين أبناء الشعب الإماراتي، وكذلك الوحدة بين المقيمين في دولة الإمارات. الوحدة كما نرى على الحائط، الوحدة هي طريق القوة والعزة والمنعة والخير المشترك، وهذه مقولة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. استكمالاً لرواية قصة الإمارات يصل الزائر إلى هنا، إلى هذا القسم، وهو قسم بناء الأمة، والذي يروي كيف تحول الحلم إلى حقيقة وتأسست الدولة قبل 50 عاماً.
قصة دولة الإمارات وكيف تطورت على مدى 50 عاماً يتعرف عليها الزائر بعد زيارته لقسم بناء الأمة. في هذا القسم هناك صور وأفلام فيديو تستعرض تطور المجالات المختلفة في دولة الإمارات، من الصناعة والزراعة والسياحة، وكيف ازدهرت الدولة لتصبح واحدة من أكثر الدول ازدهاراً وانفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات المتعددة. طبعاً في نهاية هذا القسم هناك شاشة تفاعلية يستطيع الزائر أن يستمتع بها وأن يشاهدها وأن يتفاعل معها، ولكن هذه نتركها مفاجأة لزوار المعرض لحث المشاهدين على زيارة هذا الجناح المتميز، جناح دولة الإمارات، أكبر الأجنحة في معرض إكسبو 2020.